مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي المجله السياحيه اللي بنحرص فيه على تقديم كل ما يهم المشاهد بشكل عام والسائح بشكل خاص عن كل ما هو جديد في عالم صناعه السياحه. النهارده في حلقتنا هنفتح موضوع بيتعلق بقدره وامكانيات القطاع الخاص على جذب السياحه وجذب مزيد من السائحين، الى جانب طبعا القطاع السياحي الرسمي في الدوله، اسوه بما حدث في دول أخرى كثيرة نجحت في هذا المجال بمشاركة القطاع الخاص زي الصين واليابان وبولندا. شفنا مؤخرا يمكن مبادرات كثيرة من القطاع الخاص بتوفر عروض جيدة جدا للسائحين اللي بيحرصوا على التسوق سياحيا عبر الانترنت واختيار وجهاتهم السياحية عبر البرامج على الانترنت، وده أصبح متوفر في مصر بشكل كبير في الفترة الأخيرة. طبعا في حلقتنا زي ما احنا متعودين دايما بنبدأ بأهم الأخبار في عالم السياحة سواء كانت مصريا وعربيا أو دوليا، وحنبتدي دايما بعناوين الأخبار. معنا النهاردة الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيسة وزراء بريطانيا رفع الحظر للطيران البريطاني إلى شرم الشيخ. وزير السياحة يطلق الأحد المرحلة الأولى للموقع الإلكتروني للترويج لمصر. وغرفة السياحة تكشف عن استقبال أول رحلة طيران مباشر من بولندا يوم الثلاثاء المقبل. من أهم عناوين الأخبار السياحية لجولة تفصيلية في هذه الأخبار، هنبدأ بالاتصال اللي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا بالسيدة تريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة مؤخرا. هذا الاتصال تناول الحظر الذي لا تزال تفرضه بريطانيا على رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والإجراءات التي تتخذها مصر بالتعاون مع السلطات البريطانية بهدف رفع هذا الحظر، حيث أشادت رئيسة الوزراء بالجهود التي يقوم بها الجانب المصري لتعزيز الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ. مؤتمر صحفي هام يجري وزير السياحة يحيى راشد غدا الأحد يعلن فيه عن إطلاق المرحلة الأولى للموقع الإلكتروني الجديد للترويج للسياحة المصرية. الموقع الإلكتروني سيتم إطلاقه ب14 لغة لدعم الوصول إلى المقصد السياحي المصري بجميع أنحاء العالم، كما يسهم أيضا في تحسين الصورة الذهنية وإظهار الصورة الحقيقية لمجريات الأمور في مصر. لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة المصرية كشفت عن سعيها لتسيير أول رحلة طيران مباشرة من بولندا إلى شرم الشيخ يوم الثلاثاء المقبل، والغرفة أوضحت أن محاولتها لن تكون رحلات أسبوعية في إطار محاولات القطاع السياحي لجذب الحركة الأجنبية وتوفير خطوط طيران مباشرة. خبر يهم حجاج بيت الله الحرام والسياحة الدينية. شركة مصر للطيران الخطوط الجوية بدأت في إصدار تذاكر الحج إلى مكة المكرمة لموسم الحج هذا العام بدءا من اليوم السبت. التذاكر ستصدر من خلال 3 مكاتب تابعة للشركة، هي مكتب شبرا لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية، ومكتب للشركة في مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية العباسية لإصدار تذاكر حجاج القرعة، ومكتب ثالث في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لإصدار تذاكر لحجاج الجمعيات. و
واتصالا بهذا الخبر، لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري عقدت اجتماع مؤخرا لبحث ترتيبات وإجراءات الحج هذا العام. خلال الاجتماع قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إن العدد الإجمالي لتأشيرات الحج هذا العام بلغ 62,511 تأشيرة، منها 10,000 لحجاج وزارة التضامن و 18,800 تأشيرة لحجاج القرعة و 29,145 تأشيرة لحجاج الحج السياحي. كمان في مجلس النواب لجنة السياحة والطيران المدني عقدت اجتماع لمناقشة أزمة السياحة. الاجتماع ده حضروا عدد من المستثمرين أيضا في القطاع السياحي. اللجنة البرلمانية استمعت إلى مشكلات القطاع السياحي وسبل حلها، وطالب بعض المستثمرين بعدم توقف الحملات السياحية الترويجية وإنشاء مجموعة وزارية للسياحة تشمل كل الوزارات المعنية، وعدم تطبيق الضرائب العقارية على القطاع السياحي حتى تستعيد السياحة وضعها. وزارة السياحة تبدأ في طرح نوعين جديدين من التذاكر المجمعة، إحداهما تخص أثار الأقصر وده هيكون في أول شهر نوفمبر المقبل، والأخرى لجميع المناطق والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية وده هيكون في أول شهر سبتمبر المقبل. طرح هذه التذاكر سيساهم في استعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة أنها بتعتبر خدمة جديدة بتقوم بها وزارة الآثار للمصريين والعرب والأجانب المقيمين بمصر على حد سواء. تصريح لأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بيقول فيه أن المشروعين الإقليميين لدعم قطاع السياحة والممولين من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود بيهدف لدعم قطاع السياحة غير الشاطئية والحفاظ على الآثار الإسلامية. الوكيل أضاف أن المشاريع تتضمن القيام بحملات ترويجية خارجية لجذب شركات سياحية بالتعاون مع الشركاء والغرف والهيئات المتخصصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان والبرتغال وألمانيا ولبنان وتونس والأردن. لقاء مهم جمع بين رئيس الوزراء المصري دكتور شريف إسماعيل مع وزيري النقل والطيران والسياحة الأردنيين الخميس الماضي. اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين مصر والأردن في قطاع النقل للبناء على العلاقات القوية اللي بتربط بين البلدين في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن ميزة الجوار الجغرافي. كمان تم استعراض مقترحات لتعزيز التعاون السياحي عبر إعداد برامج مشتركة لجذب السياحة بين البلدين. نروح لتركيا ونشوف آثار وتداعيات الانقلاب الفاشل اللي حصل في 15 يوليو الماضي على الاقتصاد التركي. زي ما بتقول التقارير انه الحقيقة ادى الى خسارة بنحو 90 مليار يورو، وادى الى الغاء مليون من الحجوزات السياحية الى تركيا. قطاع السياحة تأثر بالاعتداءات اللي نسبت الى الارهابيين او المتمردين الاكراد، بما ان نسبة وصول سياح اجانب الى تركيا تراجعت ب 40% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. وكمان تداعيات سلبية للهجمات الإرهابية اللي شفناها مؤخرا في القارة الأوروبية على قطاع السياحة، كشفت عنها صحيفة صن البريطانية. قالت إن هذه السلسلة من الهجمات اللي استهدفت أوروبا مؤخرا أدت إلى تراجع في عائدات قطاع السياحة في القارة العجوز. الصحيفة أضافت إلى أن العديد من الفنادق وخطوط الطيران وشركات السياحة اشتكوا من تراجع نسبة الإشغالات بعد الهجمات
التي شهدتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واسطنبول، وتراجعت نسبة الإشغالات في لندن بنسبة 2.7%، بينما هبطت في فرنسا بنسبة 20% وبنسبة 23% في بلجيكا. تعالوا نشوف تقرير عن افتتاح ركن فاروق. ركن فاروق موجود في حلوان، وكان تم إغلاقه لمدة 5 سنوات بعد ثورة 25 يناير 2011 إثر حالة الانفلات الأمني اللي شهدتها البلاد في ذلك الوقت. مؤخرا افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكمان وزير السياحة يحيى راشد، وأيضا وزير الثقافة حلمي النمنم متحف ركن فاروق. تعالوا نشوف التقرير حول هذا الافتتاح. بعد إغلاقه لأكثر من 5 سنوات، افتتح وزير الآثار وعدد من الوزراء متحف ركن حلوان، والذي يقع على الضفة الشرقية للنيل غرب حلوان، حيث اختار الملك فاروق هذا الموقع ليكون استراحة شتوية له ولعائلته. هو من الأماكن القليلة التي بناها الملك فاروق، بيحتوي على مقتنياته الشخصية. المكان ده تم اختياره في بداية الأربعينات لموقعه الفريد على النيل في جنوب القاهرة. المبنى مكون من 3 طوابق. المتحف كان أغلق للأسف في حالة الانفلات الأمني في بداية 2011. افتتاح هذا المكان بيؤكد مش بس الاهتمام بالثقافة والاهتمام بالآثار والاهتمام بالتراث والتاريخ، ولكن أيضا الاهتمام بالجغرافيا، لأنه منطقة حلوان في جنوب القاهرة ومنطقة بالغة الأهمية. المتحف مكون من 3 طوابق، وتم تصميمه من الخارج على شكل مركب، ويضم 5 مراسي نيلية وعلى مساحة 5 أفدنة. عايزين نعظم من قيمة الآثار بتاعتنا والقصور اللي موجودة، ودورنا بقى ان احنا نبتدي نعمل فعاليات حوالين هذه القصور لجذب المزيد من الانتباه حول العالم، ونخلي الناس كلها تيجي وتزورنا وتشوف الحاجات اللي عندنا. ان شاء الله بعد الافتتاح برضو عندنا برنامج زمني لكل ورش هتتم، سواء ورش تعليمية او ورش تعليمية في اكتر من مجال. يعني في ورش تعليمية يتعلم الحضارة بتاعته، يعرف الحضارة بتاعته، هيتعلم بعض الحرف الاحياء، الحرف التراثية. وزارة الاثار قررت ضم المتحف الى رحلة حاب النيلية، والتي اطلقتها الوزارة منذ 2 لزيارة الاماكن الاثرية على ضفاف النيل، لتشمل الرحلة المتحف المصري ومتحف قصر المنيل وقصر المنسترلي، لتنتهي بمتحف ركن حلوان. أشرف مبارك، النيل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد فقرة الأخبار، ودلوقتي فقرة الضيف مع موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة واللي أشرت ليه في بدايتها، وهو عن مشاركة القطاع الخاص في جذب السياحة وفتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب طبعا الدور الرئيسي للدولة. وحنتشرف بوجود الأستاذ ياسر مصطفى، عضو غرفة شركات السياحة معانا. أهلا بحضرتك معانا في المجلة السياحية. حضرتك يمكن كنت شرفتنا قبل كده في حلقة سابقة، كنا بنتكلم فيها عن الخط الشارتر او خط الطيران العارض ما بين مصر واليابان، واللي كان تم فيه الاستعانه بطائرات خاصه بشركه طيران خاصه او شركه سياحه خاصه. يعني التجربه حتى الان كيف اتت ثمارها؟ الجديد فيها من وجهه نظرك، وايضا ردود الافعال على الصعيد السياحي؟ التجربه كانت ناجحه جدا، خصوصا في اليابان. يعني نعم. اليابان ليها صدى طويل كبير جدا. احنا فتره الدعاء، احنا اطلقنا الحمله دي او التجربه، المرحله الاولى من تجربه الشارتر مع اليابان، بمناسبه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان في نهايه شهر فبراير الماضي. بدانا وقلنا المرحله الاولى هنجرب في 4 رحلات. ال4 رحلات دول كان فتره البيع بتاعتهم شهر فقط، ومع كده حققنا 82.5% من حموله الطائرات كلها، 825 سايح خلال 4 اسابيع.
ودي ما كانتش حصلت بقالها فترة طويلة. التجربة في اليابان ادت انطباع ان مصر بدأت ترجع تاني، لان معنى وجود خط طيران دي معناها ان الامور بدأت ترجع لطبيعتها. وكان الحقيقة كان صعب علينا كناس شغالة في الماركت الياباني ان اثيوبيا ليها 3 طيارات بتطير في الاسبوع، ان كل العالم بيزود طياراته اليابان ومصر بتنسحب بالكامل. فتجربة الطيران المباشر مهمة جدا بالنسبة للسياحة اليابانية، الحمد لله حققنا فيها نجاح 82.5%، وده اللي شجعنا ان احنا نبدأ من شهر 10 الجاي ان شاء الله 27 رحلة اخرى في المرحلة الثانية بالمشاركة مع الشركة الوطنية مصر للطيران. الحقيقة اللي كان أظهرت تعاون كبير، خصص لنا أحدث طياراتها البوينج 777-300، ودي حمولتها 345 راكب. اتفقنا على البرنامج ودلوقتي جاري أخذ التصريح في الجانب الياباني. الحمد لله بدأنا نبيع فعلا، انطباع رائع جدا، لأن الطيران لا سياحة بدون طيران دي مش مقولة مش كلام فاضي، لا دي حقيقة. من غير ما تملك طيران مستحيل يبقى عندك سياحة حقيقية. فإحنا لو إحنا كلنا وقفنا قاعدين كده بنتفرج ونستنى ونقول ان السياحه ترجع لوحدها، لا السياحه مش ترجع لوحدها. فكان قدامنا حل من الاثنين، يا نموت يا اما نحاول لحد النفس الاخير نحاول نقاوم. التجربه قامت بيها شركات، يعني شركه صغيره، وفي تجارب تانية في الصين برضو قامت بيها شركات صغيره، في تجربه جايه كمان في بوليفيا، في تجربه في كازاخستان وبرضو كانت شركه صغيره مش من الشركات الكبيره في مصر، لكن على راس الشركات دي ناس شباب وطنيين عايزين يحركوا البلد، مرضوش ان هم يكتفوا بس بمجرد المشاهدة وان احنا نقعد نلعن ونقول دي مؤامرة سياسية. على فكرة مفيش مؤامرة سياسية على مصر خالص، واللي بيقول الكلام ده هو انسان عايز الحل الاسهل ان احنا نبقى كسالة ونسلم امرنا خلاص. مفيش مؤامرة سياسية على مصر، في حاجة مهمة جدا العالم كله الان على الامن. حضرتك حتى في الاخبار اللي حضرتك قلتها من شوية قلت ان في تراجع في السياحة حتى في اوروبا. ليه تراجع؟ لان العالم كله بعد الاحداث الاخيرة معتمد بالامن. انا حتى بستغرب الناس اللي بتقول المشكله في الدعايه السياحيه، لا المشكله مش في الدعايه السياحيه، وفي حد في العالم ما عرفش العرب؟ في حد في العالم ما عرفش شرم الشيخ والغردقه؟ احنا الدعايه السياحيه طول عمرها لمصر الحقيقه كانت سيئه. لا هو يمكن مش في الدعايه السياحيه ما يقصدوش الدعايه طبعا لمصر، لمصر معروفه باثارها، لكن الصوره الذهنيه لمصر لطبيعه الاستقرار الامني فيها اللي ده بيهم السائح. ممتاز. ان بعد الحقيقه الثوره يمكن صدرت صوره مش كويس. عندك حق. الصوره الذهنيه دي بقى انا لما اتكلم عليها حضرتك قلت اهو البعد الامني، الناس الان عن الامن في مصر، هل احنا في اي حمله دعائيه من 2011 لحد النهارده اتكلمنا عن الامن؟ ما حصلش. هل احنا عملنا حاجه فعلا تقول ان احنا فعلا امان السائحين؟ ده سياده رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اصدر تعهد بحمايه السائحين كان في شهر يناير الماضي وكان رائع. كانت اول مره الحكومه المصريه تتكلم عن الامن وامن السائحين تحديدا. قبلها ما كانش فيه ولا مسؤول حكومي بما فيهم وزير السياحه نفسه كان بيدلي باي تصريح عن امان وامن السائحين لما يجوا مصر. نعم. التصريح ده كان ممتاز لكن للاسف ما اشتغلناش عليه. احنا المفروض اول خطوه نتكلم عليها هي الامن، بس هل احنا فعلا ايه اللي عندنا جديد نقدمه للعالم؟ ايه اللي عندنا جديد نقدمه لده؟ احنا محتاجين شركات تامين خاصه، والعالم كله بيتجه لشركات التامين الخاصه. التامين الخاصه دي مش بتبقى مملوكه بالكامل للقطاع الخاص، لا بتملكها جهات سياديه بنسبه 51% و49% بتطرح للقطاع الخاص. نظريه الامن الرخيص خلاص خلصت، الموضوع مش موضوع عدد عساكر بنحطهم في المكان، لا انت محتاج ادوات جديده، محتاج كاميرات جديده، محتاج اجهزه كشف متفجرات جديده، محتاج نوعيه رجل امن واعي مثقف دارس مرتبه كبير مش مرتبه قليل. ما ينفعش يكون الآن بالنسبة للمرتب. هل السياحة تقدر تعمل كده؟ آه. هل الدولة مطلوب أنها تتكلف ده؟ لا الدولة مش مطلوب تتكلف ده خالص. لو احنا قلنا على كل ليلة سياحية هنضيف $5 على كل سياح بيجي مصر، لو جالنا 5 مليون سياح السنة دي يبقى احنا بنتكلم في $250 مليون نقدر نوفرهم في السنة الأولى كميزانية للشركة دي أنها تقدر تطول. ساعتها العالم كله هيسمعنا. وعلى فكرة شركات الأمن الخاصة دي مش بدعة ولا حاجة عيب ولا سبة في جبين أمن الوطن لأي دولة في العالم، خصوصا أن هيكون ملكها مش بالكامل من قطاع خاص ولا شركات اجنبيه، بس من حقها تستعين بالخبرات الاجنبيه. تمام. احنا بنستعين بالخبرات الاجنبيه في الكوره، ما بالك بالامن؟ لو ساعتها بس يبقى احنا قدمنا رساله العالم كله ان مصر بتعيد صياغه المنظومه الامنيه بتاعتها، ان يهمها فعلا امان وامن السائحين، وبالتالي بتقدم لهم تجربه جديده. دي اول خطوه المفروض نتكلم عليها، واول خطوه المفروض نسوق لها. من غير ما نتكلم عن الامن يبقى اي حاجه احنا بنتكلم عليها للاسف مش هتجيب نتيجه، وهنفضل دايما في المربع واحد.
طيب يعني تصورك لشركات التأمين الخاصة أن هي تبقى موجودة في الأماكن السياحية العامة مزبوط. المفتوحة المطارات. الفنادق المطارات يعني المنتجعات السياحية مزبوط. هل ده سهل تطبيقه فعلا؟ احنا عندنا تجربة روعة جدا في مصر، يعني مش جديدة، احنا عندنا شركة اسمها شركة فالكون ودي مش شركة قطاع خاص، دي بيملكها جهاز سيادي ومعها أموال قطاع خاص. نعم. الشركة دي خدت تأمين جامعة القاهرة وجامعة الأزهر. هل حضرتك سمعت عن أي مشكلة حصلت في جامعة القاهرة في العام الدراسي السنة اللي فاتت؟ مع أن السنة اللي قبلها كان عندنا مشاكل في جامعة الأزهر، كان عندنا مشاكل في جامعة القاهرة. بأسلوب محترم، بصيغة محترمة، بشكل راجل أمن محترم واقف، الدنيا عدت على خير، ما سمعناش أي مشكلة في جامعة القاهرة. يعني احنا عندنا تجربة بتخفف العبء على وزارة الداخلية. الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بتأمينها نفس الشركة اللي بتكلم عليها. تمام. وكانت الحياة منظرها رائع. احنا مش عايزين نبعد عن موضوع الحلقة برضو وهو دور الشركات الخاصة في جذب السياحة. يمكن انت كنت من اعضاء الوفد اللي قابلوا وزير السياحة واتكلموا عن هذا الموضوع. يعني ازاي وزير السياحة دعم الفكرة؟ المفترض ان انتوا يعني الفترة اللي جاية هتتوسعوا في هذه الفكرة ازاي؟ هو الحقيقة للأسف يعني احنا ما اتكلمناش مع سيد وزير السياحة في وسيلة دعم الفكرة، لان الاجتماع انتهى بعد 3 دقائق. لكن اللي اقدر اقوله بعد 3 دقائق اللي اقدر اقوله يعني كل الاحترام، يعني واضح انه ما كانش في اجتماع مثمر يعني خالص. كل الاحترام لشخص سيد وزير السياحة، كل الاحترام لمكانته، كل الاحترام ان هو على رأس المنظومة السياحية في مصر، ده شيء لا يقلل منه ولا نقدر نقلل منه، ليه كل الاحترام. لكن هل فعلا الدولة متجهة ان هي تفكر في اسواق كتير وتفتح اسواق سياحة جديدة خصوصا السياحة الثقافية؟ هل فعلا الدولة عندها نيل كده ولا ما عندهاش نيل كده؟ انا عايز اقول لحضرتك ان مصر عندها ميزانية في وزارة السياحة كبيرة مش قليلة. يعني الدعم مثلا اللي بتصرف للشارتر في وجهتين منه، وجهة بتروح كدعم حملات دعائية مشتركة مع شركات السياحة في الخارج، ودي مصر بتدفع فيها كتير قوي. الجزء الثاني بيطلع للشركة اللي عاملة الشارتر. انا كنت عايز اقول لسيادة الوزير احنا اللي عايزين ده ولا عايزين ده، الاثنين الغيهم، الاثنين غلط. لا تدعم الشركات الاجنبيه مش فقيره عشان انت تديها فلوس تعمل مشروعات، ولا احنا محتاجين، هيفرق معانا ان احنا واخدين طياره ب 400,000 دولار، مش هيفرق معانا 18,000 دولار في رحله هي دي اللي هتعدل لنا من الميزان. يعني طب ايه اللي ممكن يعدل لنا الميزان؟ انا كل مشروعنا او اللي احنا عايزين نقترحه على السيد الوزير ان الدعم يكون للشارتر عيني وليس مادي، معنوي وليس مادي. بمعنى ايه يعني عيني؟ يعني مثلا لو انت دلوقتي عايز تدي دعم مثلا لفكره شارتر اليابان، يبقى الاحسن بدل ما تدي الشركات السياحه في اليابان تعمل برشات، بدل ما تديني انا كشركه قطاع خاص فلوس دعم، اديها للشركه الوطنيه مصر الطيران اللي احنا بنتعامل معاها، يبقى من جيب اليمين الحكومه اليمين لجيب الحكومه الشمال، ودول وزاره حكوميه بتدي شركه حكوميه فلوس عشان تقدر تدعم الفكره. وبالحاله دي نقدر نقلل ثمن الكرسي. لما يقل ثمن الكرسي الشركات السياحه اللي في الخارج هيبقى كده مكسبها زاد، بالتالي تقدر تستخدم جزء كبير من ده في الدعايه السياحيه وتحققه، واحنا كمان يقل الريسك عندنا. لان تخيل احنا بناخد طياره ب 400,000 دولار، 340 كرسي، يعني كرسي بيقعد ب 1200 دولار دلوقتي، يعني اي 10 كراسي بس لو ما جوش احنا خسرانين 12,000 دولار في رحله. تقدر تتخيل حجم الريسك اللي احنا بناخده قد ايه؟ يعني حضرتك الطريق بتاعنا 100% من الطيارة، وبدون طيران مش هيحصل، مش هتحرك اليابان، مش هتحرك الصين، مش هتحرك امريكا الجنوبية، مش هتحرك اندونيسيا، مش هتحرك اي دولة تانية. فدلوقتي احنا محتاجين منظومة طيران، ودلوقتي هو ده الوضع اللي بايدينا اللي احنا نقدر نتحرك فيه. طالما مفيش خطوط طيران معتادة بين الدول دي فاحنا لازم نعمل كده بايدينا. فده كان فكرتنا، الدعم يبقى للسائح اثار مناطق اثريه ممكن نخفض له فيها 50%، طيران ممكن نخفض له فيها 50%، نعفيه من ضريبه المغادره. اللي اقصده ان السائح تبقى له حاجه ما نطلعش العمله الصعبه بره. مصرف عرض الدولار دلوقتي ما ينفعش ادي شركات سياحه اجنبيه بره فلوس واقول له خد ادعم بيها برشور، ادعم بيها حمله عليها. لكن ممكن اقلل له ثمن كرسي الطيران اللي هو ملكي اللي هو هيدخل للدوله. اقدر اقلل له في ثمن السايت سينج الاثار، ما هو دي برده هتدخل للدوله. اللي اقصده ان تبقى العمله المحليه تبقى داخل الدوله، ابقى اضمن ان دعمت السائح اللي جه مصر فعلا، مش السائح. يعني انت تعمل برشورات كتير قوي ايش ضمنك ان عدد سياح هيجي بالحجم اللي انت تارجت ده؟ لكن لما تدعم جوه مصر معناه انت دعمت السياح اللي جه مصر فعلا. دي كانت فكرتنا البسيطه، بس طبعا واضح ان هي بعيد شويه او اللي هي لسه ما لقيتش قبول بالنسبه للوزاره. ف ما تم تطبيقها بالفعل. هي لم تطبق. احنا عملنا الشارتر فعلا، يعني انتوا عملتوا الشارتر لكن ما كانش في اي حاجه، مفيش رحلات اتحجزت ولا اي حاجه. لا احنا عملنا الشارتر فعلا اللي فات وهنعمل الشارتر اللي جاي وهنكمله.
بإمكانياتنا البسيطة جدا بدون أي دعم حكومي، مش فارق معنا الموضوع خالص، لأن احنا يهمنا عندنا تارجت كبير. أولا احنا عايزين نحرك نفسنا كشركات، لازم نشتغل عليه، لازم نبدأ نرجع تاني السياحة تاني للبلد. لو هنعيد الصورة الذهنية زي ما حضرتك بتقول، احنا عاملين حاجات بسيطة جدا ممكن تعيد. احنا مثلا عايزين نعمل مسابقة في اليابان بين أطفال اليابان من سن 12 ل 15 سنة عن أحسن صورة عن مصر، وناخد أحسن 50 صورة نعزمهم على مصر على حسابنا، مش على حدش يدفع لنا جنيه فيها. دي زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي راح اليابان وطلب إن 2500 طالب مصري يتعلموا في اليابان، إحنا كمان المفروض ندي اليابان حاجة، يعني المفروض حاجة بالمقابل وحاجات بسيطة سهلة. لو عزمنا 50 طفل ييجوا خلال الفترة دي مصر ويشوفوا مصر، يبقى إحنا كده بنربي جيل جديد لينا في اليابان يقدر يشوف. كان لسه في برنامج تلفزيوني ياباني متصور في مصر، واحد من أشهر مصوري العالم واخد أحسن مصور في العالم من يونسكو، لما قالوا له تختار فين جنة الله على الأرض اختار أسوان. ليه اختار أسوان؟ لأن هو شافه وهو عنده 7 سنين ماسك توت عنخ آمون لما راح هناك، من ساعتها ارتبط بمصر. الحاجات البسيطة دي هي اللي بتفرق، هي اللي بتغير الصورة الذهنية بجد. وجود الأطفال، وجود مسابقة رسم، وجود حفلات موسيقى، وجود شارتر، وجود طيران مباشر بين الدول وبعضها، هو ده اللي بيغير الصورة الذهنية عن مصر. السياحة وسيلة لتغيير الصورة الذهنية طبعا، وليس العكس. يعني السياحة هي البداية اللي انت بتجيب الناس، بتخليهم يشوفوا دنيا تانية. يعني من ضمن الانطباعات من 825 سائح اللي جولنا في شهر 4 و5 اللي فات، ان هم كانوا واخدين صورة ذهنية مختلفة خالص عن مصر، وان هم استغربوا ان هم حسوا في الأقصر بأمان اكتر ما حسوا في طوكيو. ده انطباعات الناس. يعني احنا عندنا تجربة ان الناس لما بتيجي وترجع، لما بتعمل على مدوناتها، ودلوقتي احنا في عالم الفيسبوك وعالم الميديا طبعا والتواصل الاجتماعي، لما تشوف احنا كنا عاملين مسابقة احسن 10 صور تتاخد هناخدها من الناس اللي جم في 825 دول، جمع 384 صورة في منتهى روعة، الناس واخدها بنفسها ليهم جواهم، بتبين انطباعاتهم في المعابد، بتبين انطباعاتهم في الأثار. الصورة دي كلها تحفة، أنا كان نفسي نستغلها. يعني كان نفسي يبقى هي دي السايح هو اللي هيروج للسياحة مصر أكتر من كلامنا. إحنا طبيعي أصحاب مصلحة، فالناس هتبصلنا دايما إن إحنا أصحاب مصلحة في عودة السياحة، لكن السايح اللي جاي اللي بيقول انطباعه واللي بيقول كلامه هو ده المصدق، هو ده اللي عاصر، هو ده اللي شاف الدنيا عاملة إزاي. هي دي الحاجات اللي هتغير لنا الصورة. هيبقى كلامه ليه مصداقية طبعا، طبعا لأنه راجل جه وتحمل المخاطرة وما صدقش الكلام، وكانت النتيجة روعة بالنسبة له. طب والله يعني أفكار حضرتك فعلا كلها خارج الصندوق وغير تقليدية. طب إيه اللي بينقص دوت؟ يعني هل هو الدعم من جانب وزارة السياحة، ولا أنتم ممكن تقدروا أن أنتم تعملوا دوت كمبادرة من شركات القطاع الخاص؟ أنتم عاملين، لو عاملين تحالفات مثلا مع بعض، زي ما بتقول في 825 سائح فعلا جم، يعني أنتم بدأتوا فعلا والعجلة اتحركت في هذا الاتجاه. طب إيه اللي بينقصكم تحديدا؟ والله احنا اللي بينقصنا تحديدا هو صدقني اكتر منه دعم مادي دعم معنوي، ان الدوله تكون فعلا في رعايه ده. انا عايز اقول لك انه في احنا السنه دي في مصر اول مره الدخل السياحه المصريه ما يكملش مليار دولار لحد النهارده، في تراجع عن السنه اللي فاتت 60%، مع ان الاوضاع الامنيه اتحسنت والاوضاع في البلد بتتحسن، وفي طرق بتتعمل، وفي بنيه داخليه بتتحدث، ومع كده السياحه قلت عن السنه اللي فاتت 60%. في غلط لازم نقول يا جماعه احنا عندنا غلطه. طب ايه الغلطه؟ الغلطه اللي موجوده ان احنا لحد دلوقتي واقفين في نفس المربع، واقفين مش قادرين نوحد جهودنا كلها. طبعا القطاع السياحي هو اللي هيرجع السياحه مصر، مش جهه حكوميه ولا اداره حكوميه، لا القطاع السياحي هو اللي عليه الدور. في دول ما فيهاش وزاره سياحه، في دول ما فيهاش وزاره سياحه بتروح فيها 80 مليون سائح. يعني احنا مش هنلقي اللوم الحياه كلها على وزاره السياحه، لا احنا كدوله محتاجين نقعد مع بعض، يبقى هدف قومي زي ما في مجموعه اقتصاديه يبقى في مجموعه سياحيه، يبقى في استراتيجيه ورؤيه مزبوط بتنفذ بشكل تتكاتف فيه جميع اجهزه الدوله والقطاع الخاص وغيره. مظبوط. الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى هو رئيس المجلس الاعلى للسياحه، اتمنى المجلس الاعلى للسياحه يعقد بصفه دوريه، ويعقد ان شاء الله كل شهر مره، ان هو يقدر هو اللي يحط السياسات، لان احنا محتاجين كل حاجه، محتاجين المحافظات السياحيه دي تتحدث، البنيه التحتيه بدات تبوظ فيها، يعني الاقصر بجد تشوفها دلوقتي تصعب عليك، محافظه الجيزه ما تتخيلش ان ده الطريق للاهرامات العظيمه، مش ممكن السائح بيمشي فيه، احنا دلوقتي بنقعد نمشي في 100 لا بس يعني وتقاشر. عفوا انا رحت الاقصر كذا مره قريب، لا الشوارع هناك جميله جدا، لو قارنتها حضرتك ب 2010 والتخديم على المناطق السياحيه، هو يمكن الناس بس هناك بتعاني عشان ما فيش رواق سياحي. الحقيقه التامين رائع، لكن لو انت قارنت الاقصر 2010 بالاقصر دلوقتي لا تصعب عليك، لا في مشاكل في الأقصر، ولازم نكون صراحة مع بعض، لأن الأقصر دي أكبر متحف مفتوح في العالم بالزبط. فإحنا مستنيين منها كتير، إحنا مستنيينها ترجع للأقصر 2010. الأقصر 2010 كانت
بدعة من بدعة الزمن. هي تم اختيارها كمان عاصمة للسياحة مزبوط العالمية مؤخرا مزبوط يعني. فالأقصر الأقصر دي تلت أثار العالم. الأقصر أنت مستني منها أكتر من اللي أنت موجود دلوقتي بكتير جدا. أسوان نفس الموضوع. إحنا محتاجين المحافظات السياحية بالذات الطرق للأماكن السياحية يبدأ تحديثها خلال الفترة اللي جاية. إحنا لازم نبص شوية ونبقى واقعيين. لا هي مؤامرة ولا هي مشكلة، هي سوء إدارة مننا، سوء طموح مننا، قلة آمال مننا. إحنا عندنا حالة استسلام عجيبة، وللأسف حالة الاستسلام دي بدأت تطول كل قطاع السياحة. أنا بتمنى إن إحنا ندي الأمل للناس، ندي الأمل للي شغالين في السياحة. إزاي نديهم الأمل؟ نديهم الأمل إن إحنا نكون واضحين وصراحة وشايفين الطريق عامل إزاي. إحنا الشتاء الجاي للأسف العقود قليلة جدا بالنسبة للشركات كتير. روسيا لسه ما أعلنتش استئناف رحلاتها. بريطانيا حضرتك برضو قلت في الأخبار إن رئيس عبد الفتاح السيسي كلم رئيس وزراء بريطانيا بخصوص عودة الطيران تاني وإلغاء الحظر. أنت لو حضرتك دلوقتي بتتكلم في شهر 8 يعني، حتى لو تم إلغاء الشهر الجاي يبقى لسه مش هتشوف ثمار ده إلا شهر يناير فبراير الجاي. خلاص احنا مش هنقعد نبكي على لبن المسكوب كتير. احنا كل اللي عايزينه ان احنا نفكر من دلوقتي في شهر ابريل اللي جاي، من اول الاستر اللي جاي، عيد الفصح اللي جاي، لازم نفكر في الاسواق اللي بتشتغل في الصيف لمصر زي اوروبا الشرقيه، زي اسبانيا، زي غيرها. لازم نبدا نفكر في الدول دي، وخلال الفتره دي نبدا نشوف ايه الغلط عندنا. في حاجه اسمها نظريه في اليابان، لما عملوا خطه عشان يعملوا يوصلوا 20 مليون سائح في 3 سنين، في 5 سنين وصلوها في 3 بس. يعني هم كانوا عملوا 5 سنين وصلوا في 3 سنين. عندهم حاجه اسمها الازاز المكسور. يعني الإزاز المكسور بيقولوا إن لو مبنى ضخم ومحطوط تحت سحاب الإزاز اتكسر في الدور الأول وسبته، هيتكسر في الدور الثاني، في الثالث، في الرابع، هيجي يوم هيتكسر سلسلة كله. يعني حاجات بسيطة جدا صغيرة لو بدأنا نعالجها، هي دي اسمها نظرية الإزاز المكسور. إن إحنا إزاي نقدر نعالجها؟ نبدأ نعالج الحاجات الصغيرة اللي عندنا، نبدأ نسد الثغرات اللي موجودة عندنا، ونعترف مع بعض وبصراحة شديدة إيه اللي نقدر نأمنه وإيه اللي ما نقدرش نأمنه، إيه اللي نقدر نعمله وإيه اللي ما نقدرش نعمله. صدقني ساعتها الدنيا هتبقى أسهل كتير، هتبقى رسالة صراحة البرة، وهتبقى رسالة أمل للي موجود جوه إن في جهد بيتعمل على الأرض. بتاع السياحي اتحمل 6 سنين وممكن يتحمل تاني، مع إنه تعب جدا وبينزف بجد بجد بينزف. هو مش هو بس اللي بيتحمل، حقيقة الدولة طبعًا كلها يعني. الدولة كلها بس قطاع السياحة تحديدا خلال 6 سنين اللي فاتوا دول كان الموضوع صعب قوي بالنسبة له. بس هو محتاج أمل، ومع كده هو عنده قدرة إنه يمد إيده ويعمل استثمارات جديدة وياخد مبادرات في منتهى المخاطره. يعني بقول حضرتك 10 كراسي بس ب 12000 دولار خساره في كل رحله، يعني ده بالنسبه لاي حد ده يعتبر جنون ان احنا داخلين في حاجه زي كده. ومع كده ايماننا ببلدنا وايماننا ان مصر لسه عليها طلب كبير، وايماننا ان حلم مثلا في اليابان، حلم كل واحد في اليابان انه يزور مصر مره واحده قبل ما يموت، دي بالنسبه لنا حاجه بتخلينا دافع لقدام وايماننا بربنا. بس يمكن انا ملاحظ ان كلام حضرتك شويه يعني مخلي الصورة قاتمة بالنسبة لأوضاع السياحة الداخلية. يعني خلينا نعترف برضو أن في عوامل خارجية بتأثر على السياحة عندنا. يمكن بعد حادث الطيارة البوصلة السياحية اتحولت شوية عن مصر، وإحنا ما قدرناش نستعدها بالقوة. يعني يمكن ده من ضمن أهم الأسباب اللي خلت السياحة عندنا في تراجع. ده إلى جانب ما ذكرته من عوامل بتتعلق بممارساتنا إحنا السياحية داخل البلاد. يعني العوامل الخارجية دي من وجهة نظرك اللي ممكن نقدر نعمله علشان يعني نحاول إن إحنا يعني نرجعها مرة تانية في صالح السياحة إيجابا؟ شوف حضرتك العوامل الخارجية في وجودها، احنا برضو لو قلنا ان العوامل الخارجيه بس هي السبب تبقى غلط. ايران مكروهه من العالم كله، ومع كده فنادق ايران مفوله لحد شهر 4 اللي جاي. لو انت حاولت تحجز دلوقتي اي فندق في ايران مش هتلاقي، مليانه سياح. كوبا علاقتها سيئه جدا بامريكا وعلاقات سيئه باوروبا، وبيبص لها نظره تانية مختلفه، ومع كده كوبا السياحه فيها مستمره طول العام. الموضوع مش موضوع سياسي بس، لا الموضوع موضوع زي ما حضرتك كده قلت. حادث الطياره، ليه حادث الطياره طيب مشكله؟ ما احنا احنا اتعاملنا مع الموضوع طيب ماشي، حصلت حادث الطياره والحوادث بتحصل في كل مكان. ايه اللي تقدر تضمنه للعالم تاني اللي تقول له ان الحادثه دي على الاقل مش هخلي نسبه حدوثها تاني، عدم حدوثها تاني 99%؟ في اجراءات لازم تتاخد على الارض. لو احنا قلنا لا مصر كويسه ومصر زي الفل والدنيا زي الفل، يبقى احنا غلطانين. ما حادثه الطياره حصلت، حادثه الطياره حصلت فعلا، خلاص دي موجوده وحاجه موجوده عندنا. زي السياحه المكسيكيين حصلت فعلا، لازم لكن تداعياتها ما زالت مستمره. يعني لسه في حجر طيران من جانب بعض الدول. ما هي الدول دي طرحت ايه؟ قالت بصراحه جديده برضه هكون صريح جدا، قالت ان الاجراءات الامنيه في المطار لم تكن كافيه او لم تكن على مستوى المطلوب. وجت بعثات امنيه شافت وقالت وطلعت ملاحظات، وساعتها كان في فكره ان شركه اجنبيه هي اللي تدخل في الاشراف على المطارات مع الشركه الوطنيه، يعني مش بالكامل هنسيبها الاجانب. لا ما فيش حاجه اسمها كده. العالم كله المطارات كلها بتحكمها شركات
أم خاصة بما فيها أحيانا تبقى شركات أجنبية زي ما طرد دبي مثلا ما مسكها شركة إنجليزية. موضوع مش حاجة. الفكرة إزاي إن احنا نطمن العالم كله إن إجراءات الأمن في مطاراتنا وافية وكاملة 100%. هو ده المهم. هل احنا فعلا عندنا احدث اجهزه موجوده في العالم كله؟ هل عندنا احنا احدث خبرات امنيه؟ ايه المشكله ان احنا نتعامل مع خبرات اجنبيه موجوده تقدر تشوف الدنيا وتقدر تدي الاوضاع ونستفيد بيها؟ احنا كلنا بنتعلم من بعض. العالم كله بقى خلاص قريه صغيره. يعني جوجل في كل حاجه واضحه وباينه لما تدخل على جوجل مابس. يعني ما فيش عند الحقيقه ما بقاش في اسرار في العالم دلوقتي. انا اللي بقوله ان شرط روسيا مثلا شروط بريطانيا مثلا ان يبقى في اداره اجنبيه او شركات اجنبيه مع الشركات المصريه تشوف التامين. دي مش مشكله, دي مش معضله. احنا لو كنا وافقنا من 3-4 اشهر فاتوا كانت السياحه الروسيه بدات, لكن لحد دلوقتي لسه ليها اعتبارات معينه عندنا ولسه الحقيقه الخطوات بطيئه جدا في المشي ده. فالموضوع مش سياسي, لا الموضوع امني من حق الدول. يعني روسيا ومصر علاقتهم كويسه جدا. بعد 30 يونيو اكتر دوله دعمت مصر هي روسيا. علاقه رئيس بوتين برئيسها في التاسيس ممتازه. يعني الموضوع ما نقدرش في حاله روسيا نقول انه سياسي, لكن الموضوع امني بحت. الناس عايزه تضمع امن سياحها. مش كده بقول لحضرتك الخطوه الاولانيه لازم نسوق لها هي الامن. تمام. طيب ما يتعلق بالدعاية لمصر أيضا في الخارج, يعني هل شايف أنه شركات السياحة الخاصة ممكن تساهم في ده إزاي؟ يعني في أفلام وثائقية بتتعمل حقيقة عن مصر وإعلانات ترويجية بنشوفها في القنوات العالمية ديسكفري وناشنال جيوغرافيك وغيره, لكن هل ده بيكفي من وجهة نظرك في أساليب جديدة إحنا لسه محتاجين إن إحنا نواكبها؟ أنتوا يعني عاملين في القطاع السياحي الخاص شايفين إيه الأفكار الجديدة اللي ممكن تساهم في الترويج السياحي؟ الدعاية السياحية لمصر, لأنك مصر دولة سهلة جدا تعمل لها دعاية ومن غير ما تصرف فلوس. كل قنوات العالم نفسها تصور أفلام جوه مصر. فيلم توم كروز لما تصور في المغرب خلى المغرب توصل لـ8 مليون سائح خلال سنتين. في أفلام اتصورت في دبي خلت دبي دلوقتي من أكتر المقاصد السياحية في العالم كله. وعد عدد سياحة العدد اللي وصلنا اللي احنا وصلنا له في 2010 كمان. مصر كبرامج وثائقية لازم أعمل مشروع معين بين الوزارات كلها ان انا اقدر اشجع الافلام دي انها تيجي تصور في مصر. احنا الافلام دي لحد دلوقتي لسه لها عقبات كتير, منها ارتفاع تكلفه التصوير في مصر. فعلا التصوير في مصر مرتفع جدا, ما بنقدم لهمش اي حاجه. النقطه الثانيه اسلوب الدعايه. احنا بنعتمد لحد دلوقتي على الاوت دور اللي هو بحط يفط في المحطات, بحط يفط في الشوارع. العالم ما بقاش كده خلاص. الدنيا كلها دلوقتي ماسكه سمارت فون وقاعد بيبص في التليفون بتاعه. احنا ما عندناش اي حملات على النت موجوده. انا قدمت للوزير السياحه السابق مش الحالي مشروع كانت عاملاه دراسة جدوى عملها شركة يابانية في الدعاية متخصصة في الحاجات دي, قالت ان احنا ممكن نعمل اكبر حملة دعاية في الدنيا كلها ب500,000 دولار. يعني احنا لو عندنا 17 سوق كبار كل اللي هنتكلفه في الموضوع ده اقل من 8 مليون دولار. 8 مليون دولار تقدر توصل مصر لاكتر من 500 مليون واحد يقدر يشوفوها على وسائل التواصل الاجتماعي على اليوتيوب على محركات البحث المختلفة. وتطلع مصر بصفة منتظمة فيها. تمام. يعني احنا ويكون يمكن المعالجة او المحور الرئيسي في هذه الافلام هو اظهار ان في امن واستقرار ان السائح مبسوط يعني في المكان حاجة. مش بالتركيز على الاثار لان مصر مش محتاجه الحياه ترويج الاثار. مصر محتاجه ترويج الاثار. طيب خليني اخيرا بس قبل ختام الحلقه ارجع لنقطه لقائك بوزير السياحه وهو يعني بيخليني اتساءل, طب انتوا كقطاع خاص عملتوا مبادره ومشيتوا فيها بتروحوا تقابلوا وزير السياحه علشان ايه؟ يعني هل في مشكله معينه القطاع الخاص ما يقدرش ان هو يمشي لوحده يعني ويفيد نفسه ويفيد البلد؟ احنا في مصر طبعا عشان تقدر تمشي اي حاجه وعشان تقدر تحط مشروع كامل زي كده, لما تحط مشروع كبير يعني مثلا العقد بتاع مصر الطيران تكلفته 10,800,000 دولار. انت لما بتتخذ من المخاطره دي, يعني انا اقول لحضرتك حاجه, قابلت السفير الكوري مره فكنت بساله امتى يتشال الحظر من على من الكوري الحظر السياحه الكوريه على مصر. قال لي انت اول واحد في مصر يكلمني في الموضوع ده. الموضوع دايما الدول بتقول هل الدوله فعلا حريصة على السياح الياباني, حريصة على السوق الياباني. احنا قفلنا المكتب الياباني في مصر, احنا قفلنا ده. لما رحنا للوزير صدقني احنا كنا محتاجين منه دعم معنوي اكتر من ده. الناس محتاجة مثلا كلمة من وزير السياحة ترحيب باليابانيين نحطها في الجرايد الياباني, نحطها في المجلات اليابانية على حسابهم مش على حساب الوزارة. كلمة تطمين للشركات اليابانية, ده اللي احنا محتاجينه اكتر من ده. وظيفة الحكومة او مهمة لكن ما فيش اي معوقات محطوطة قصادكم؟ لا احنا ما عندناش اي معوقات. فده كويس عشان يفتح لكم الباب للتوسع اكبر طبعًا. في
مشروعكم او يعني مبادرتكم اللي جذب السياح. المبادره اللي احنا عاملاها ودي والحمد لله لقينا لها كمان صدى في اسواق تانية. اقول حاجه، في كازاخستان سمعت ان هيبقى في بوليفيا قريب، في الصين بتزيد دلوقتي من بعد ما كانت 6 رحلات بقت 10، وفي طريق انها تبقى 14 رحله. الدول دي كلها كانت بالنسبه لنا مجرد 50-60 ألف سائح. الصين وصلت السنه اللي فاتت بسبب مبادره القطاع الخاص ل 135 ألف سائح. اليابان في طريقها بعد دلوقتي ما بينا خلاص قل ما فيش طيران وما فيش حاجه، فمن 6000 ل 10000 سائح. احنا ان شاء الله في طريقنا ان احنا نحقق 30-35 ألف سائح. انتوا بتجذبوا السائح بقى ازاي باساليبكم كقطاع خاص؟ يعني هل بتعتمدوا على الاساليب الجديده الابتكاريه في مجال السوشيال ميديا، ولا من خلال توفير عروض او خصومات مثلا على الباكج بتاع السفر والطيران وغيره؟ احنا الحمد لله لينا شركاء اجانب قوية جدا بره، اكبر شركات اليابان معانا في الموضوع ده. شركات اليابان عندها طرق كتير جدا للتسويق، بتستخدم اعلانات الجرايد، بتستخدم اليوتيوب، بتستخدم برامج تلفزيونيه في قنوات سياحيه، بتستخدم مجلات سياحيه. اهم حاجه في الموضوع ده طبعا الامن، اللي هم بيقولوا دايما كده ان هيبقى في تامين معاكوا في كذا، ان الامانه مؤمنه بالكامل. الناس دي جت اكتر من مره شافت مصر قبل كده. الحقيقه انا بقول لك احنا عندنا وسائل، يعني لو انت رحت الأقصر أسوان أو القاهرة بتشوف وسائل تطمين عالية جدا للناس. فعلا في كثافة أمنية في كل المناطق وده بيأمن الناس. فطبعا الشركات أول حاجة بتتكلم عنها هي الأمن، لازم تتكلم على الأمن. طيب يعني إذا أنتوا ليكوا شركاء في اليابان وبتحاولوا يبقوا ليكوا شركاء في دول أخرى، هل ممكن تتوسعوا في التحالف مع القطاع الخاص أيضا في مصر، سواء في مجال الفنادق السياحية، شركات الطيران الخاصة، شركات النقل السياحي، شركات التأمين الخاصة، يعني بحيث أنه يبقى يعني الدائرة بتوسع بشكل الحياة أكبر؟ المشكلة دي خلت الكل يتوحد. يعني عايز أقول لك أن احنا في الشرطر اللي فات كنا منظومة كاملة من شركات النقل السياحي لشركات الفنادق لشركات المراكب العائمة لي كل ده الحقيقة كان واحدة واحدة، وكنا الحمد لله تيم ورك كويس، وده اللي خرج الموضوع بصورة رائعة. خلت شركات السياحة اللي كانت بطلت تحط مصر في اليابان من 5 سنين ضمن مقاصدها السياحية تبدأ تحطها السنة دي وبتوسع كبير جدا. فده رجع لنا فترة كبيرة وعندنا فعلا فرصة كبيرة في السياحة اليابانية. نفسي ما نضيعش السوق ده لأنه فعلا وسيلة كبيرة للتوسع، خصوصا اللي هيستفاد منه الأقصر وأسوان وأبو سمبل والهرم، الناس اللي عانت كتير خلال الفترة اللي فاتت. تمام، بشكرك الأستاذ ياسر مصطفى عضو غرفة شركات السياحة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء وملفات أخرى سياحية وحلقات جديدة من المجلة السياحية.